عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعه الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة، ويعتبر الاجتماع هو الأخير لحكومة شريف إسماعيل بتشكيلها الحالي قبل إرسال التعديل الوزاري لمجلس النواب في جلسة الأحد المقبل للتصويت عليها. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلي هاتفيا مراسل أون لايف إبراهيم عزت. إبراهيم، بداية مرحبا بك، وماذا عن أهم ما لديك من تفاصيل حول اجتماع مجلس الوزراء اليوم؟ تحياتي نوران. نعم بالفعل أحدثك الآن من داخل أروقة مجلس الوزراء المصري، حيث يترأس المهندس شريف إسماعيل في هذه الأثناء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. منذ قليل يعني تحدث السيد الدكتور عصام فايد وهو وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مؤتمر صحفي، وأدلى ببعض التصريحات بأهم ما جاء في جدول أعمال المهندس شريف إسماعيل اليوم في الاجتماع فيما يخص وزارة الزراعة. تحدث دكتور عصام فايد وكان هناك تم إقرار والموافقة على مشروع قانون الزراعة العضوية، هذا المشروع الذي سيساهم في قلة الانبعاث الحراري وكذلك تلوث التربة الزراعية من المبيدات السامة، وبالتأكيد زيادة وعي المستهلك من أهمية المنتج العضوي. تحدث أيضا حول هذا المشروع الذي تم الموافقة عليه منذ قليل في هذا الاجتماع في الجلسة رقم 63 لمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ومصر تحتل المركز الثالث في هذه الزراعة، الزراعة العضوية بعد تونس وأوغندا، والمساحات الزراعية المتواجدة في مصر هي 214 ألف فدان في هذه الأثناء. المشروع مستهدف الأراضي، استصلاح الأراضي الصحراوية وخاصة في مشروع المليون ألف فدان في الأراضي الصحراوية. وأيضا تحدث لنا في تصريحات خاصة لأون لايف أن هذا المشروع يتضمن 28 مادة لتنظم هذا المشروع. إبراهيم، يعني هل تم التطرق خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى ملف الصحة والأدوية، خصوصا بعد أن تم الكشف عن أكبر ضبطية دوائية منذ يومين؟ هل تم التطرق إلى ملفات أخرى كالصحة أو مثلا الأدوية، أيضا الملفات الاقتصادية؟ نعم نوران، يعني في الاجتماع الأسبوعي كالعادة كل أسبوع الذي يترأسه المهندس شريف إسماعيل يظهر لنا وزير تلو الآخر في حديث خاص وتصريحات في مؤتمر صحفي. إلى الآن تحدث وزيرين اثنين دكتور عصام فايز والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ونحن في انتظار أن يظهر علينا عدد أكبر من السادة الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي يعقد عقب هذه الجلسة. أما الآن إلى الآن يعني لم يكن هناك تصريحات بخصوص هذا الموضوع، ولم يكن هناك تصريحات تخص هذا الموضوع. إبراهيم، هناك تعديل وزاري مرتقب، يعني نحن في انتظاره قريبا، هل هناك توقعات أو أي مؤشرات عن الشخصيات المرشحة لهذا التعديل الوزاري؟ إلى الآن حول الأسماء لم يتم الإعلان بصورة رسمية، ولكن بالتأكيد هذا الحديث هو حديث بعض الأوصاف في الشارع المصري. كل ما لدينا من معلومات الآن، التقيت مع المهندس شريف إسماعيل قبل نحو أسبوع وتوجهت بسؤال مباشر في هذا الموضوع، وقال لي نحن ما زلنا في العمل، ولكن اليوم خرج بعد تصريحات بالأمس الذي أعلن عنها المهندس شريف إسماعيل حول التعديل الوزاري المرتقب، و في جلسة الأحد القادم في البرلمان المصري سيتم عرض الأسماء المرشحة بعد الاختيار الذي وقع عليه هنا في مجلس الوزراء. هذه هي المعلومات الرسمية، لم يكن هناك أسماء محددة بعينها لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري، ولكن سيظهر بالتأكيد مطلع الأسبوع القادم. الآن المهندس خالد عبد العزيز انتهى من المؤتمر الصحفي الذي عقده أيضا على هامش الاجتماع الأسبوعي نوران، وتحدث في هذا الاجتماع بتوجيه المهندس شريف إسماعيل في بداية الاجتماع الأسبوعي اليوم للشكر للمنتخب المصري لحصوله على المركز الثاني في شكرا جزيلا لك إبراهيم عزت مراسل أون لايف، كنت معي عبر الهاتف.